السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة كل ما يخص الشطرنج، معكم تامر الغندور. اليوم سنتعلم درسا جديدا من فنون التكتيك، ألا وهو تكتيك الهجوم خلف خطوط الخصم سكيورينج أتاك. ما فكرة هذا التكتيك؟ هو مهاجمة أحد القطع على ملك الخصم أو على أحد القطع، وهذا من أجل أخذ القطعة التي خلف الملك أو خلف هذه القطع، سواء كان هذا الهجوم عن طريق الأوتار أو الصفوف أو الأعمدة. ولهذا التكتيك أفكار عديدة، منها 1 أخذ القطع، 2 أخذ الوزير المترقي، 3 تأجيل الخصم من ترقية البيدق، 4 ترقية البيادق، 5 أفكار استراتيجية، 6 أفكار عديدة أخرى يصعب حصرها. هيا بنا نرى الأمثلة. المثال الأول، النال هنا الأبيض، ما هي أفضل نال الأبيض؟ اوقف الفيديو وفكر. برافو عليك. وزير في H7 كش. النالة دي يا جماعة هو ده التكتيك اللي هي متعلمه النهاردة، وهي سكيورينج أتاك أو الهجوم خلف خطوط الخصم. ينتج عن هذا التكتيك إيه؟ إن أنا دلوقتي بهاجم الملك، والملك لازم يتحرك، فالملك تحركه هيترك خلفه الوزير، فأنا بهاجم قطعة، سواء القطعة دي كانت الملك أو قطعة عادية، بمجرد إن أنا هاجمها وتتحرك من مكانها أستطيع إن أنا آخد القطعة التي خلفها، فهدف الهجوم أصلا هو القطعة الخلفية لهذه القطعة، عشان كده اسمه سكيرنج أتاك. وسكيرنج أتاك هي معناها هجوم الحواجز، يعني أنت بتهاجم الحواجز. الحاجز هنا هو الملك، بمجرد إن الملك بيتحرك من مكانه فأنت كسرت الحاجز، بتخترق الحاجز ده فبتربح من خلاله قطع ومواقف وأشكال وصفوف وطبعا زي ما قلنا إن التكتيك ده ليه أفكار عديدة غير أخذ القطع. يعني ممكن بالكشة دي إن أنت تفصل الملك، ملوش إلا مربع واحد يطلع فوق، يبقى أنت فصلت الملك، متخلوش يلعب معاك خالص. ممكن من خلاله تمنع ترقية وزير، ممكن من خلاله ترقي وزير، ممكن من خلاله تاخد قطعة، وهكذا. فهو أفكاره عديدة. طبعا هنا في الشكل هو ملوش إلا إيه المربعين دولت، E8 وF8، فيروح في أي مربع. طبعا الأفضل E8، هتقول أنت وزير في وزير. تمام، يا رب يكون الفكرة يعني استوعبتوها. طبعا نشوف أمثلة أخرى، وطبعا ده مثال سهل قوي لتبسيط الفكرة. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. المثال الثاني يا جماعة، النقل هنا الأبيض، ما هي أفضل نقل الأبيض؟ اوقف الفيديو وفكر. برافو عليك. H6 نقلة جيدة. طبعا الشكل ده اللي يشوفه للوهلة الأولى هيقول الدور ده ايكوال والدور ده تعادل، انت هترقي وزير وانا هرقي وزير، ولكن لو عندك فكرة هذا التكتيك، لا، الابيض بيكسب. ليه بيكسب؟ ان في حالة ترقية في حالة ترقية البيضة فهينزل في مربع ال H8، وال H8 ده مربع يسيطر على الوتر الطويل، اللي هو بيسيطر على مربع A1. فاللي هيرقي الأول، الأبيض لو رقى الأول فهيمنع، هياكل الوزير في حالة ترقية الوزير. نكمل كده ونشوف. E2 H7 وزير وزير. هنا الأبيض رقى الوزير وبيكش الملك، وإجبار الملك يتحرك في أي مربع، النقلة اللي بعديها الوزير هياكل الوزير، وزير هيروح في أي، الملك هيروح في أي مربع، الوزير هياكل وزير. إيه اللي استفدناه من الشكل ده؟ استفدناه إن فكرة السكيرنج أتاك أو الهجوم خلف خطوط الخصم، وأنت في نهاية الدور البيدق بتاعك ما يبقاش على نفس الوتر،
خاصة لما يكون بدأ القنار للأبيض بيرقي وبدأ القنار للأسود بيرقي، هيتقابلوا في الآخر على وتر واحد، وطالما هيتقابلوا على وتر واحد اللي هيرقي الأول هيمنع من ترقية التاني وهكذا. تاني حاجة، لو الملك بقى أحد الملوك في أحد الأوتار فممكن يحول المكسب لخسارة أو الخسارة لمكسب زي الشكل ده. يعني نرجع تاني، هنا الملك على الوتر اللي هينزل فيه الكش، فكده بقى مكسب ابيض سهل، انا بقول له كش واخد ايه الوزير. فنتعلم من الشكل ده ايه، وانت بترقي فكر في البيضه اللي هيرقي رقي. يعني انا دلوقتي اسود، انا مكان الاسود، فعارف ان الابيض اخره مربع ايه 8، يبقى انا لازم ابقى واخد بالي من النقطه دي قوي، الملك بتاعي ما يبقاش على نفس الوتر. دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم اسبقه في سباق الترقيه، لازم اسبقه في سباق الترقيه، عشان انا لو رقيت همنعه هو كمان من الترقيه. طبعا عندك فكره هذا التكتيك، ممكن من خلال الدور الايكوال اللي احنا شايفينه ده ممكن تكسبه. طيب تعال نشوف مثال اخر. المثال الثالث يا جماعه، النقل هنا الابيض، ما هي افضل نقل الابيض؟ اوقف الفيديو وفكر. برافو، ار اتش 8 نقله جيده، وبار اتش 8 الابيض بيكسب. وفكره النقله دي يا جماعه فكرتين، فكره ترقيه البيدق في حمايه الرخ، والفكره الثانيه في حاله رخ بيدق رخ بكش، ويبقى نفذت تكتيك سكيورنج اتاك. طب نشوف الاحتمالين. الاحتمال الاول ان هو يروح في بيدق، هقول له كش هيروح في اي مربع للملك، رخ في رخ. طيب الاحتمال الثاني ايه؟ لو طلبت الرخ بالملك، لو جيت طلبت الرخ بالملك، الابيض يلعب ايه؟ هيرقي عادي وزير، حمل رخ بالوزير وطالب الرخ. طبعا في الحاله زي دي مكسب سهل جدا للابيض، الاسود مضطر ان هو يكسر رخ في وزير، والرخ هياكل الرخ، وطبعا نهايه دور معروفه بين الرخ والملك، ودي ان شاء الله هنخصص لها فيديوهات اللي هي الاساسيات بتاعت المتات. فهنا بالشكل دوت نفذنا تكتيك سكيرنج اتاك، وخدنا دور من النهايات المعروفه جدا. يعني الدور اللي احنا شفناه ده، هرجعه ده عشان تشوفوه، الدور ده محفوظات شطرنج، يعني دور بيتكرر على طول وبنشوفه. ولو انت ما عندكش الفكره دي عمرك ما هتكسب الدور ده، لو انت مش فاهم تكتيك السكيرونج اتاك عمرك ما هتنفذ الفكره، وعمرك ما هتكسب الدور ده. فتكتيك سكيرونج اتاك من التكتيكات القويه جدا، وليه افكار عديده جدا. أرجو يكون الفكرة بتاعت التكتيك اتفهمت، وهنشوف مثال آخر برضو نأكد الفكرة. تعالوا بينا نشوف المثال اللي بعده. المثال الرابع، الأسود يا جماعة لعب إن في سي 5، ما أقوى رد للأبيض على هذه النقلة؟ اوقف الفيديو وفكر. برافو، كيو اتش 3 بكش، كيو اتش 3 بكش دي يا جماعه بتجبر الملك على اكل البيضه اللي في اف 4، ومعنى ان هو ياكل البيضه اللي في اف 4 يبقى اصبح على نفس الوتر، على نفس الوتر اللي عليه الوزير. بمعنى ان الوزير لو جه في جي 3 بكش يبقى استطاع ان هو يكش الملك وياخذ او ياكل الوزير الذي خلف الملك. الملك اجباري لازم يروح في المربع اي 4 ووزير في بي 8 اخذ الوزير. فده مثال نموذجي ازاي ان انت تنفذ تكتيك سكيورنج اتاك او الهجوم خلف خطوط الخصم. ويا رب يكون فكرة التكتيك اتفهمت.
وبرضه هنأكد على هذا التكتيك بأمثلة أخرى. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. المثال الخامس، النقلة هنا للأبيض. ما هي أفضل نقلة للأبيض؟ اوقف الفيديو وفكر. برافو، ار في اس يمين، نقلة جيدة. النقلة دي يا جماعة طالبة مات، رخ الفيل دي طالبة مات، طالبة مات هنا أو هنا، فإجباري لازم ياكل وزير فرخ. كيو اتش 8 طالب كش ملك وطالب الرخ اللي من ورا الملك، إجباري لازم يجيب الملك. رخ في حصان بكش، كش مات، لازم ياكل بالوزير، وزير فرخ بكش. طبعا المربع ده ممنوع، لو جه المربع ده هيديله مات هنا، يبقى لازم يروح المربع ده. كش هيجي المربع ده، باري كش، قول لي موف، لازم يلعب بالرخ. كش يغطي بالفيل، كش قول لي موف هيجي دي، كش هيجي ديت، وزير في فيل، والدور خلص. تمام. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال السادس، النقل هنا يا جماعه الابيض. ما هي افضل نقل الابيض؟ اوقف الفيديو وفكر. الشكل ده حصانين وفيل قصاد فيل. فكره الشكل ده ايه يا جماعه؟ فكره الشكل ان الفيل لو تخلص من الفيل، لو كسر فيل في فيل، هيبقى الدور بطل. او لو اتبقى قطعتين قصاد قطعه هيبقى برضو الدور بطل. احنا عارفين من النهايات الثابته او المحفظات بتاعت الشطرنج، فيلين بيموتوا وفيل وحصان بيموتوا، اما حصانين ما بيموتوش الملك. تمام. لازم النهايات دي تكون عارف اساسياتها يعني. ففي الشكل ده في حصانين وفيل، لو الاسود استطاع ان هو ياكل الفيل الابيض هيقدر يموتني من الفيل والحصان. اما لو الاسود كسر فيل في فيل، هيبقى مع الاسود حصانين، والحصانين عمرهم ما يموتوا الملك. تمام. طيب الابيض وصلت له الفكره، في فكره الابيض ايه؟ ان هو يكسر الفيل في الفيل او ياكل حصان من ضمن ايه؟ الحصانين. لو كان فيل في فيل خلاص وصل للشكل التعادل المعروف، ولو كان حصان نفس الفكرة، هيبقى فيل وحصان قصاد فيل بطل برضه، إن مش هيعرف يديني مات بفيل وحصان وأنا معاه فيل. تمام. فأفضل نقل الأبيض هنا إيه بقى؟ اللي جاب النقلة دي أقول عليه أستاذ، إن من النقلات اللي هي الماستر، اللي هي نقلات الأساتذة. فيل دي 2 ايكوال، يعني ايه ايكوال؟ يعني الدور كده بدل ما كان مكسب للاسود بقى اصبح تعادل. يعني ايه؟ يعني الفيل دلوقتي الاسود ما عندوش الا اختيارين، لو مشي بالفيل في اي مربع الفيل الابيض هياكل الحصان، ولو مشي بالحصان هكسر فيل في فيل، ويبقى كده الدور باطل. تمام؟ يعني نشوف الاحتمال الاول، لو مشي بالفيل في اي مربع في الحصان كده مستحيل يبقى فيه مات. ليه مستحيل؟ ان انا معايا قطعه، ففيل وحصان ما ينفعوش يموتوا الملك وانا معايا فيل. يعرفوا يموتوا لو مفيش فيل، لو فيل وحصان بس قصاد الملك يموتوا. تمام. طيب الاحتمال الثاني، ان انا اكل فيل في فيل. لو كلت فيل في فيل
خلاص بقى في حصانين في الرقعة، والحصانين مع الملك عمرهم ما موتوا الملك. زي ما قلت دي محفوظات. فنقلت فيل دي تو نقلة قوية جدا، حولت الدور الخسارة اللي هو 100% خسارة لدور تعادل ببساطة جدا. ونفذ، والنقلة دي نفذت فكرة ايه او تكتيك ايه؟ السكيرونج اتاك، ان انا بطلب الفيل، مشي بالفيل كلت الحصان، مشي بالحصان كلت الفيل، اللي هو الهجوم خلف خطوط الخصم او سكيرونج اتاك. تمام؟ تمام. تعال نشوف المثال الاخير. المثال الاخير يا جماعة، الاسود لعب فيل دي 5 بكش. ما اقوى رد للابيض على هذه النقلة؟ اوقف في الفيديو وفكر. طبعا النقلة دي هجوم بالكشف، زي ما احنا اخدنا في الفيديوهات السابقة، ان انا عملت هجوم بالكشف عن طريق كش الملك. انا بقول له كش ملك بالفيل، والوزير الاسود طالب الرخ. لو مشي بالملك الوزير هياكل الرخ، ولو كان وزير في فيل برضه، ولو كان وزير في فيل الوزير هياخد الرخ. ولكن نقلها طبعا، النقله دي هتبقى قويه في حاله واحده، لو مفيش لعب مضاد. طالما في لعب مضاد يبقى النقله دي سيئه. ليه سيئه؟ ان انا اكل وزير في فيل عادي مفيش مشكله. وزير في فيل دي طالما الوزير على نفس على نفس الصف او نفس العمود او على نفس الوتر بتاع الملك، يبقى عندي فكره السكيورنج اتاك. تمام؟ هو هنا دلوقتي لعب الفكره دي على اساس ان هو ياكل الرخ. تمام؟ كل الرخ يا عم، كل الرخ. اصبح الملك والوزير على عمود واحد. لو الوزير لعب كيو اتش 8 خلاص ويننج كده. انا بقول له كش ملك وطالب بعديه، من بعديه الوزير هيمشي بالملك في اي حته، هاكل وزير في وزير والدور كده خلص. يعني انا عاوز برضو اكد على معلومه مهمه قوي، انت ممكن تعمل تكتيك كفكره، هو التكتيك سليم، ولكن كتنفيذه كان خاطئ. بمعنى ايه؟ اللي انا عاوز اقوله في الشكل ده، فيل بكش في مربع دي 8، عمليا النقله دي كفكر سليمه، كتكتيك سليمه، هو فعلا ده تكتيك اتلعب. بس التكمله بقى، ده في لعب مضاد. انا لو كلت وزير في رخ، لو كلت وزير في فيل، اصبح عندي انا كمان تكتيك المضاد ليه، هاكل وزير في فيل وابقى طالب المربع اتش 8 اللي هو ايه؟ في اللي هو فيه اتاك سكيورنج، هياكل وزير في رخ، هديله الجش دي واخد ايه؟ الوزير من بعده. يعني ناخد بالنا ان انت ممكن تعمل تكتيك نظريا سليم، ولكن في ردود قويه ثانيه تجعل التكتيك اللي انت عملته ده مش صح. تمام يا جماعه؟ تمام. اتمنى بقى يكون الفيلم ده عجبكم، وبرضو شاركوني بتعليقاتكم، ولو في اي ملحوظه في الشرح انا بقبل النقد، يعني ما فيش مشكله، احسن من نفسي وانا بشرح، احسن من المحتوى اللي انا بقوله. برضو يعني احب اعرف اقتراحاتكم ايه، وشاركوني بتعليقاتكم، واشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.